بس اسمع الكلام ده وفوته عادي يعني. بقول لك ساعات كتير بنسمع حد بيقول ده فلان مش معاه اللضة. ايه اللضة ده بقى؟ يقول لك في تفسيرات قالت ان اللضة كلمة فرعونية معها الرزق، وفي تفسيرات تانية قالت ان اللضة عملة نحاسية بيتم صكها زمان وكان مكتوب عليها الله الضامن، والعملة دي كانت بتتوزع على الفقراء والمحتاجين بحيث يروحوا بيها للتاجر وياخدوا اللي عاوزينه، وبعدين يقولوا له احنا ما معناش غير اللضة اللي هي اختصار الله ضامن يعني، فياخد منهم العملة ويبدلها بعد كده بفلوس من بيت المال، وبيت المال يعيد توزيع العملة على فقراء اخرين وهكذا. ويقال ان كلمة الله ضامن تم اختصارها يعني لله ضا، وبقت بتعبر عن سوء الحال، فيقول لك انا مش معايا الله ضا. فوت وعدي مع احمد يونس. بعض الأشخاص عندهم فوبيا من فصل الشتاء، والناس دي بيكون عندهم رعب شديد من البرد والأمطار والتلج، وفي أنواع كتير من الفوبيا دي. مثلا بيقولك في فوبيا الجليد اسمها الباجوفوبيا، وفوبيا الرياح الأنيموفوبيا، وفوبيا سواقة العربيات في الشتاء، وفوبيا الاحتجاز في الشتاء، وهي شبيهة بفوبيا الأماكن المغلقة والضيقة ولكنها بتكون في الشتاء بس لأن الخوف بيكون نابع من إن التلج يحصرك ويحبسك في العربية. ايه كمان؟ فوت وعدي مع احمد يونس. فرس النهر ليه في مصر بقى اسمه سيد قشطة؟ سيد قشطة كان اسم او فرس النهر دخل حديقة الحيوان، يعني نشوف الفكرة اصلا ايه. كانوا في حديقة الحيوانات بيسموا الحيوانات باسامي بشر، ومن وقتها كل حيوانات فرس النهر في مصر بقى اسمها سيد قشطة. ده كان اسم بيقال انه اسم حد موجود، سيد ده كان اسم انسان. بيقال ان اكياس الشاي او التي باجز اتعملت بالغلط. السير توماس كان تاجر شاي وحب انه يوفر شويه في نفقات تغليف الشاي، فبدل ما يحط عينات الشاي اللي بيوديها للتجار علشان يدوقوها في علب معدن، فكر يحطها في اكياس من الشاش. التجار لما وصلتهم عينات الشاي متغلفه بالشاش قالوا ايه الطريقه الجديده الحلوه دي لشرب الشاي، فحطوا الشاش في الميه اصلا، واكتشفوا ان الطريقه طعمه احلى، وبعتوا للسير توماس وقالوا له الموضوع هايل جدا، وخصوصا انه بيمنع وجود اي ترسبات او تفل اللي احنا بنعاني منه لما بنيجي نضرب البق الاخير يعني. وطلبوا منه ان هو يعمل كميات ويكون متغلف بنفس الطريقه، وتم ترويج اكياس الشاي تجاريا في الاسواق لاول مره سنه 1904. بفوت وعدي خلينا اقولك ان البنفسج هو الزهرة الوحيدة اللي بتقدر تشمها كل مرة كأنها اول مرة تشمها، لانك لما بتيجي تشم زهرة البنفسج بتحس بريحتها في اول كام ثانية بس، لان ريحتها بتحتوي على مواد بتقفل مستقبلات الشم عندنا، وبعد فترة تقدر تشمها تاني وتحس بريحتها من الاول، وهكذا وهكذا. فاضة يعني فاضة يعني فاضة 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 يعني.